دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت الشركات المحلية والعالمية للتقدم بطلب إبداء الرغبة في الاستثمار بمشروع المدينة العمالية جنوب الجهراء. وقالت الهيئة في بيان لها إن الدعوة تأتي تماشيا مع التوجه الحكومي نحو تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا لأحكام القانون بشأن الشراكة بين القطاعين ولائحته التنفيذية بالتعاون مع بلدية الكويت.